حلقة كانت عادي، كنت متوقعتها تكون أحلى من هيك. شو عم تطلع فيه؟ رح أعمل لك بلوك، حلقة بتطير العقل، مهضومة كتير. ريان عن جد موديله وألوانه هو مش أنا. انبسطت لأول مرة بعمل انترفيو مع حدا عن جد بيسألني عني إلي، مش عن اللي حواليي، مش عن اللي اشتغلت أنا وياهن، مش عن المشاكل. فلازم تحضروا الحلقة، مش بس حلقتي، كل الحلقات اللي عاملهم ريان. وما تنسوا تعملوا له سبسكرايب، أوكي؟ و ريان بعد بدك ياني بشي حلقة تانية سبيسيال. اللي بيطلع أهضم حلقة من الموجودين كلهم رح يجيبوا بحلقة سبيسيال وهي أنا، أوكي؟ فوت فور مي. لاف يو أول. رولا؟ ريان؟ بيناتنا رولا اليوم مبسوطة؟ ان جنرال ولا هلا لاني معك؟ لا لانك معي وان جنرال. لاني معك اكيد مبسوطة. ان جنرال انه ايه الحمد لله ام جود. رولا قديه انت شخص قوي او بتفرجي الصورة انك قوية، بس من جوا يمكن حيالها كلمة ممكن تأذيك او تجرحك كثير اكثر ما بتتصور. يعني انا الـ كل الناس اللي قريبين مني اللي بيعرفوني بيعرفوا انه هالقد هيدي القوه اللي بفرجيها للناس هي تا مثل حافظ على الطيبه تبع قلبي، مشان لانه دغري بنجرح، دغري بزعل، دغري بياخذ على خاطري. ليه حساسه كثير؟ شو اخر كلمه بتتذكري قالوا لك اياها وزعجتك او بكتك يمكن؟ ليك اخر فترة توفى صديق لي عزيز كتير على قلبي، وتناولت السوشيال ميديا العالم السخيف، انا بعتبرهم تناولوا هيدا الموضوع بسخرية وبقلة تهذيب قلة ادب يعني. فهيدا الشيء زعجني، مش لانه عم بيحكوا عني او عم بيقولوا هيدول الكلمات، زعجني قديش وصلنا بهيدي المرحله من حياتنا، انه قد صرنا في عالم صارت سخيفه وصارت بتعمل من الموت نكته. فهيدا الشيء اللي اخر شيء يعني ليتلي زعجني. ويعني ما كثير انا حدا مني ما برد، يعني اذا قال شيء على السوشيال ميديا ولا حدا حكى شيء منه منيح مني من الاشخاص اللي بترد، لانه انا بعتبر طالما بعدهم عم يحكوا فيي، طالما انا بعدني منجمه والا ما كانوا تذكروا ولا جابوا سيرتي. بس بتاسف انه هالقد صارت الحياه فيها وساخه وفيها قله ادب، تزعل. بيناتنا لما رولا بدها تبكي لعند مين بتلجأ؟ يعني مين الأشخاص اللي رح يكونوا واقفين حد رولا؟ ليك أنا عندي أصحاب كتير، بس الكلوز اللي هن مثل إخواتي معدودين على الأصابع. فكلود اللي موجودة معنا اليوم وحدة منهم. أنا حدا كتير معلقة بإخواتي، بإختي وبخيي، كل شي منخبر بعض. وقت بدي لها هاي الأميراي أكيد. إيه حبيبتي. يعني وقت بدي أبكي ببكي عند الأشخاص اللي بعرف إنهم بيزعلوا على زعلي، بعرف إنهم بينبسطوا على بسطي. ما كتير بحب الناس تشوفني أنا وزعلانة، لأنه ما بحب زعل العالم. لأنه يعني تعودوا الناس يشوفوك بالطريقة اللي عم بتضحكيهم فيها، مش اللي مكسورة فيها. 100%. اليوم كيف حالتها نفسية لرولا؟ ليك ups and downs، لأنه بفترة قصيرة خسرت كتير ناس بحبهم ورا بعضهم، يعني بتزعل كتير، بعدين بترجع بتقول إنه هاي مشيئة ربنا وإنه ربنا هيك كاتب، ولايف جوز اون، وبدك تكفي الحياة. ف يعني بتبقى مبسوط، بس أصلا يعني غير إنه هيدا الشيء اللي مرق بحياتي أنا شخصياً، الحياة اللي عم نعيشها نحن هلأ بلبنان يعني منا حياة طبيعية.
فمثلي مثلك مثل الشباب، هاي كيفكم؟ منيح؟ مثل كل لبناني موجود على الأراضي اللبنانية، هالقد متضايق، هالقد مزعوج، هالقد زعلان، هالقد حزين. يعني من 3 أيام عم بيقولوا عملوا إحصاءات طلع الشعب اللبناني أكتر شعب حزين. يعني تخيل إنه اللي عم بيصير معنا عم بيصير شيء مش مسموح مش مقبول. ولأنه نحن شعب جبير وبحب الحياة مكفيين، وإلا أكيد. ما بعتقد في شعب بالكون بيتحمل اللي نحن عم نتحمله. شو الشي اللي بيخليك تتوتري وتضايقي دغري بسرعة؟ ليك أنا حدا كتير بتوتر بالسواقة، أوكي؟ بعصب أكشلي مش بتوتر. يعني لما واحد بيكون عمايلة الشمال فجأة بيقرر بيروح عمايلة اليمين وأنت قاطع، هيدا الشيء بيعصبني. لما بيكون مثلا انت واقف ما حدا عم بمرقك، انه يعني قصص السواقه مين اللي غير بتوتر السواقة. وبتعصبني، حسب بعصب ولا انه من قصص شخصيه مثلا شخصية. عندي. بعصب كتير لما حدا بيكذب علي، بعصب كتير لما بحس انه حدا عم بيمثل علي، بعصب كتير لما بجوع. والله صرنا اثنين. ايه بس جوع لازم اكل صح، والا ببكي مزبوط. لهالدرجه يعني بدنا نقول لهم بس بالرجي انه بليز حضروا الاكل من هلا، لانه لما نخلص بدنا بدنا ناكل، ناكل. بدنا ناكل. طيب ايه هو في ده. كثير اشخاص بحياتك قطعوا وكذبوا عليك وكانوا عم بيمثلوا انه هن رفقاتك بس ما كانوا رفقاتك؟ ليك انا حدا مني كتير، يعني مثل ما قلت لك انا اصحاب مع الكل وعندي كتير اصحاب، بس انا من الناس اللي ما بفوت مين ما كان على بيتي على قلبي على حياتي. يعني كتير بعمل مثل ليميت بيني وبين بين الناس، ما بحبهم يفوتوا على خصوصياتي، لانه ما حدا بيأذيك الا اللي بيعرف عنك اخبارك المضبوطه. سو مشان هيك ما كتير بخليهم يتدخلوا بحياتي. شو اصعب لحظه قطعت بحياتها لرولا؟ في كتير لحظات صعبه كتير. وفاة بي كانت أصعب لحظة لإلي، وفاة الوالدة مامي من بعده بسنة كانت كتير صعبة لإلي، سبيشالي إنه كانت هي توفت بمصر وكان في كوفيد فمسكر المطار، ما قدرنا نروح لحتى ندفنها. فهي الشغلة كانت كتير صعبة. يعني أختي حرام لحالها كانت هي موجودة معها بمصر، يعني عم قلك بهالفترة اللي مرقت كتير خسرت ناس بحبهم، اتضايقت، زعلت، بكيت. في كتير اشياء، انفجار 4 آب حزني وزعلني. يعني في كتير اشياء بهالفتره من وقت كورونا لهلا اجوا الضربات ورا بعضهم. كنا عم نحكي عن اهلك الله يرحمهم. الله يرحمه. اذا بدك توجه لهم رساله من هون يمكن، او توصفيهم، او لا حتى توجه لهم رساله يمكن لاول مره بتقوليها، شو بتكون؟ بقول لهم انه كثير اشتقت لكم وبحبكم قد الدنيا، وكل يوم بصلي لكم، صلوا لي وادعوا لي دائما. كم مره بتكوني قاعده لوحدك بتقولي يا ريت لو بعدهم حدا، يا ريت لو بعدهم بيعيطوا علي، يا ريت لو بعدهم ناكل سوا، يا ريت هيك؟ ليك ما بقولها، لانه انا بالنسبه لإلي بحس انه هن معي. يعني وقت بصير معي شيء مش منيح وبيقطع بقول هن حميوني، وقت بصير معي شيء منيح بقول هن صلوا لي، عرفت؟ فانا حدا كثير بآمن وكثير بصلي، وبقول انه كل شيء بحياتنا كاشخاص بصير ان كان بشع ولا منيح هو هيدا الشيء لخيرنا. يعني يمكن شغلة صغيرة بنقول نحن ايه معقول اجاني هيدا الشغل وما زبط وشو هالحظ اللي علي، بيكون لانه بده يصير معي شيء مش منيح بهيدا الشغل الله ما خليه يزبط، عرفت؟ دونك هالقد لما بتصير بتفكر هيك بتصير تتحمل الوجع، بتصير تتحمل الزعل، بيقطعوا. شو الحكمة يلي بتعيش على اساسها؟ شو الحكمة اللي بعيش على اساسها؟ انه عمول منيح وكب البحر. ضلك مثل ما انت، يعني ما تغير بكاركترك لانه الناس عاطله، ضلك انت المنيح، واللي مش منيح بيكون هو مش منيح لإله. اعطيتي كثير ناس بحياتك بس اخذت من ناس كمان، يعني اخذت الحب او اخذت يمكن الاهتمام او يلي بتستاهليه من اشخاص انت كثير حبيتيهم وكثير اعطيتيهم من وقتك.
ليك انا كل اللي حوالي قد ما بعطيهم بيعطوني، يعني مشان هيك عم اقول لك مزغره كثير السيرك، لانه هلا كمان واحد بحس، ومع مع مرور الوقت مع الاكسبيريانس بالحياه، سبيشلي بنطاق شغلنا، بتعرف فيه غيره وفيه حسد وفيه اشياء كثير مش منيحه، وفيه اشياء كثير منيحه. فانت لما بتقطع بكذا محل وبتكون حدا انت واعي شايف اللي قدامك انه هيدا عم يمثل انه انا ماني ولد وبقدر اقفر الناس من عيونهم، عرفت؟ فمشان هيك بقلل من الناس اللي بحسهم فيك بحياتي، ما بوجع راسي. في اشخاص ما بتسامحيهم بحياتك؟ يعني اذا رجعوا وبدهم يحكوا مع رولا بلوك، و لانه كثير اذوك بحياتك. ليك ما ادمني قلبي طيب لدرجه الهبل، ما بحقد، بزعل كثير وما بنسى، انا حدا شخص ما بينسى ابدا انه الاشياء اللي صارت او انعملت او كذا، بس بصير بعطيهم عقد حجمهم، هالقد بيستاهلوا ياخذوا بياخذوا هالقد، بس انه ما بحقد، بقول مش طايقه وما بدي، ما بقى بدي اتعاطى لنقول مع ريان، ما بدي احكي معه ابدا، بس يحكينا كلمتين برجع بحن وهيدا، بس في جوا شيء انكسر خلص ما بعود بعطي مثل ما انا كنت اعطي. يعني بتعتبري انه يلي انكسر مع شخص ما بيقدر يرجع يتعوض؟ ما بيتصلح ابدا ابدا. شي مره غيرتي بحالك كرمال تنحبي من اشخاص؟ يمكن بالماضي شي مره صارت؟ ما بحياتي، هن بحبوني لاني انا هيك. انا حدا من يوم يومي، من انا وحتى بعد قبل ما افوت على التلفزيون، نفس الكاركتير، نفس النفسيه، نفس الشخصيه. اكيد صرت افهم اكثر، استوعب اكثر، عرفت؟ بس بعدني مثل ما انا، ما تغيرت. قلتي لي بحبوك لانك هيك، كيف هيك؟ كيف هيك؟ مهضومه وعفويه وقريبه على القلب وموديلي والواني انا يعني بليز ما بدي كثير احكي عن حالي، خليكم انتم تحكوا عني اكثر. اليوم شو هو السيف بليس تبع رولا؟ بيتي، بيتي وقوتي. هالقد؟ بس قبل قايلة انه السيف بليس تبعك تكوني برا مع اصحابك، يمكن مسافرة مع اشخاص معينين، هلا صرتي بأوضتك ببيتك. لا مش السيف، سيف بحياتك هو انا بالنسبة لإلي من زمان وجاي بيتي. بيتي وقوتي لما اكون بدي افكر بقصص، لما اكون بدي روق راسي، لما كون انا بدي ارتاح، ما بدي احكي مع حدا، ما في محل بخليني اكون مرتاحه فيه الا بيتي واوضتي. بس وقت بدي انبسط واتسلى بروح مع الاصحاب اللي انا قلت لك عنهم، اكيد بروح، بنروح سفره، بنروح ضهره، هول بيبسطوني. بس انه يكون المحل انه اظهر لكون سيف، ابدا ما بحياتي قايلتها صراحه. مدري من مين اخذها انت؟ لا انت مش سامعها كمان ابدا. بقول بنبسط لما بظهر، لغير جو بنبسط اظهر مع اصحابي اللي بحبهم، بس انه يكونوا الظهره هي السيف بليس تبعي ابدا نيفر. في شيء بحياتك او شيء بشخصيه رولا بتحب الناس يعرفوه عنك ولا مره بيعرفوه او ولا مره سامعينه؟ ما بعرف شو سامعين صراحه. بيعرفوا انه انا لما بجوع ببكي، ما بيعرفوا هاي خبريه مش عارفينها بحياتهم. انا حدا كثير بوقت الصعاب بكون كتير قوية، كتير لدرجة يعني ما فيك تتصدقها هالقد. وبعد ما تخلص القصة وبعد ما تخلص الشغلة، حدا كتير بيتعذب ليظهر منها، يعني لأنه بحط بقلبي، سو باخد وقت لحتى ارتاح وارجع مثل ما أنا على طبيعتي. يعني رولا، من بعد ما قطعت بكذا علاقة حب، بعدك بتأمني بالحب الحقيقي؟ طبعا اكيد، اذا ما في حب بالحياه ما في حياه. معك خبر انه الحب لما بتكون مغروم وبتحب بيعكس على وجهك، على بشرتك، على شعراتك. انا قولي محلوه اكثر من العاده. لاني مغرومه فيك. اكيد بامن بالحب اكيد. شو معنى حب بنظرك؟ معامله، اهتمام، فرح، ضحك، بسط، هيدا هو الحب. عم بتحب اليوم؟ بعد ما لقيت هلا حدا
فوت معه بهيدا الشيء اللي انا عم اقول لك عنه، الفرح والبسط والهيدا. يمكن كمان شوي لانه الاحداث كانت مضطربه معي الى 3 4 شهور، بس انه ام ويلينج. اقعد فكر دائما بحاله حب دائما فيه اكيد اكيد. مين اكثر شخص تستفقدي له؟ بستفقد لكل الناس اللي بحبهم اذا غابوا عني، ما في شخص معين. يعني اذا خيي سافر بستفقد له، اختي بمصر بستفقد لها، اصحابي بستفقد لهم. يعني انا كل شخص بس يبعد بستفقد. ضحكت ناس وفرحت ناس بكل مسيرتك، بس انت سعيده من جوا، يعني من جوا من جوا من جوا. بعرف انه انت شخص قوي ودائما بده يفرجي الصوره انه انت قويه، لانه ما بتحب تفرجي الناس انك مكسوره، بس من جوا عن جد مبسوطه. بتعرف ليه؟ لانه هالقد انا شفافه، اذا ما كنت انا من جوا مبسوطه ما بقدر ابسطك. يعني ضروري تكون انت من قلبه لقلبك فرحان لاقدر فرح الناس. وقت بكون زعلانه بفضل ما اظهر، لان ما بحب انه الناس تشوفني ب ب ب زعلانه ولا متضايقه، وما بحب مثل على الناس. سو بنضب بالبيت، بس تروق معي برجع بظهر. بما انك بلشت بالدومين من انت وصغيره، شو النصيحه يلي بتعطيها لكل شخص بده يفوت بالدومين؟ بده يكون قد حاله اول شيء، بده يدرب حاله على اشياء رح تكون بالحياه صعبه، واهم شيء يكون طبيعي بكل شيء بيعمله، ان كان بالتمثيل ان كان بالتقديم بحيلا شيء بهيدا الدومين. لازم يكون طبيعي لحتى الناس يقدر يفوت على قلبها من دون ما يدق الباب. شو الصعوبات اللي حيالها شخص ممكن يعيشهم بهذا الدومين؟ لأنه أو يمكن أنت عشتي بالدومين العالم ما بتعرفه. ليك التصوير صعب، يعني الوقت صعب، بتعب، بده مجهود كتير، بده طاقة كتير عالية. ما فيك ترتبط وقت بيكون عندك تصوير، ما فيك ترتبط بغير اشياء، ما فيك تقرر انه انا عندي مسلسل هلا بدي سافر الشهر الجاي، ما فيك. بدك يعني كل حياتك بتصير مربوطه بهيدا الوقت بهيدا الشغل، ف بياخذ لك اولموست كل وقتك. رولا الصغيره لما تشوف رولا الكبيره بتطلع بتقول حققت الاحلام يلي انا كنت بدي احققهم؟ اول شيء بتقول لها يقبرني موديلك والوانك. حققت ايه، حققت تقريبا 70% من 80% من اللي هي كانت تحلم فيه. اليوم رولا بعد كل هيدي المسيره بعد عندها احلام حابه تحققهم؟ ليك ما بيخلى الامر، اذا ما بتضلك تحلم ما بتتقدم. فاكيد عندي احلام. ايه مثل؟ طبعا لا سوربريز، بدي فاجئك فيهم. لا اكيد عندي احلام. ايه عرفت انه في تاتو على هيدي الايد، فيك تفرجينا شو التاتو؟ في اثنين، في هاي لا على ثاني ايد. هاي ايه على هيدي الايد، هاي ان جاد وي تراست. ليه عملت هيك تاتو؟ بنت اختي اجت على لبنان وكانت حابه تعمل تاتو وبدها تعمل هيدا التاتو، واتفقنا انه انا وياها على اساس نعمل نفس التاتو. سو عملنا هيدا وعملنا الفيرج، اجنا نفس الشيء لانه هي كمان فيرج. وهيدا بلبنان، هيدا الثري ستارز بعملته بسبين، هو تلات اولاد اختي. بتأمني انه الاشخاص ممكن تتغير بالعمر؟ يعني مع العمر بتتغير، اذا كنت يمكن تكذب بتبطل، اذا كنت تخون بتبطل، فبتأمني انه الاشخاص ممكن تتغير؟ او يلي يعني فور اكزامبل يلي بيخون مره بيخون دائما. ليك فيك تغير كل شيء بالشخص الا كاركتيره. اذا كاركتير الشخص بخون بده يضل يخون، اذا كذاب بده يضل يكذب. هلا بخفف الدوزاج تبع الخيانه، بدل ما يخون كل الوقت بصير يقطع خيانات بتفكير. اذا بكذب بصير يخفف كذب، بس انه حدا يغير ما في طبع، ما فيك تغير. يعني ما في حدا بيقدر يغير طبعه. كريم بضل كريم، البخيل بضل بخيل. شي مرة انخنتي؟ ولا مرة، الحمد لله. يعني شي مرة خنتي؟
ليك انا ما بخون، بس اللي بعمله انه اذا حسيت انه في حدا تاني عجبني بحياتي وهيك، وهالقد كنت مقتنعه فيه وبطلت حب الشخص اللي انا معه، بتركه وبحكي مع شخص تاني. بس اني اظهر خون مع شخص تاني انا وموجوده بعلاقه ما بعملها. مين اكثر شخص كان عنده تاثير على حياتها لرولا؟ بالبيت يومين بالبيت أمي. مامي. كيف اثرت عليك؟ لانه هي كانت تشوف انه انا من انا وصغيره بحب المسرح. بالمدرسه كنت ضل انا الليدر بالتياتر، وبالبيت اقعد البس لها سكربينيتا وبوتينيتا وحط لها من الكحله وقزر انه انا صرت يا اما موديل يا اما ساعه مطربه وحاطه الكستانات، يعني اقول القصص بدل ما العب بباربي مثلا، كنت العب بهدول الاشياء. وكنت حب الرقص كثير، فهي وقتها كان في مسابقه على التلفزيون للاولاد الرقص، فكان عمري بتذكر وقتها شي 10 سنين، وطلعت انا الاولى بالرقص الشرقي. ما خواصر من وين اجت؟ من هيدا الشيء. وكانت كثير تدعمني، يعني هي تاخذني توقف حدي بهدول الاشياء. هي اللي كانت تساعدني وتعطيني القوة وهيك. إذا عم تكتب كتاب، شو بيكونوا آخر كلمات لإلك؟ إذا عم بكتب كتاب آخر كلمات، وآخر كلمات عادة بيكونوا أكثر تأثيرا على كل يلي مكتوب، آخر كلمة آخر جملة. فيني أكون عم بكتب كتاب قصة حياتي، وبالآخر أقول إنه ان شاء الله اكون بهيدي المسيره اللي عشتوها معي من عمري 15 سنه لا تاريخ لا يخلص الكتاب، انه اكون قدرت اني اضيف بسمه وسعاده بحياتكم، وكون قدرت بمحلات شيل من قلبكم الزعل وحط محله فرح. انا بدي اكد لك هذا الشيء، لانه بعرف من الانتوراج تبعي قد ايه بنحبك وقد ايه كنا نتابعك وبعدنا بنتابعك، وانا كثير بحبك وهلا صرت احبك اكثر. ثانك يو رولا. شو احلى ذكرى بكل حياتك؟ يعني بتتذكريها يمكن قبل ما تنامي، او احلى ذكرى؟ ليك انا هلا ليتلي عم بتذكر كثير الايام اللي مرقت قبل، لما كنا نظهر، لما كنا نسافر، لما كنا، كانت ايام حلوه كثير. كانت بتحس انه الحياه كانت حلوه كثير، ما فيها مشاكل رغم المشاكل اللي كانت، بس كانت ايام حلوه. يعني لما قاعدين انا واصحابي كنا من شي جمعه عم نتذكر ايام السهرات وكيف كنا نعمل ونروح من هون لهون، بقى بتحس انه بتقول يا الله رزق الله شو كانت حلوه كثير هالايام. كنا مبسوطين لما نسهر، نكون مبسوطين نرجع مبسوطين. هلا بنسهر لنقول بنظهر على حياة لمحل، نضحك بوقتها نحن، ونحن وراجعين بنقعد نرجع بنصير نفكر بالمشاكل اللي عم عرفت. يعني بطلت هاي الحياة، فبتصير تقول يا الله رزق الله على ايام قبل كانوا كثير حلوين. في شي نهار قطع بحياتك بتقولي يا ريت لو في امحي هيدا النهار، يعني يا ريت لو ما عشته؟ اللي حكينا عنهم، يعني الاشياء اللي بتزعل بالحياة بتقول يا ريت انه ينمحى حتى يرجعوا لك بركة اللي راحوا، عرفت؟ إذا محا ما بيعودوا يموتوا. طيب إذا هيك نهار مخ شيء صار بحياتك بس أذيك إلك، يعني ما أذى الأشخاص اللي حواليك، في شيء نهار بتتذكريه؟ مش شيء على قد ما إنهم أشخاص، في أشخاص بحياتي انأذيت منهم. تمنيت إني يا ريت ما كنت تعرفت عليهم حتى. بس انه بالاخر ما بقول يروحوا، لان تعلمت درس من وراهم، فما بحذف ولا لحظه من حياتي. اذا بطلب منك تتمنى امنيه وباكد لك انه رح تتحقق، شو بتكون؟ يا ريان شو عندي امنيات حلوه. واحده بدي واحده بس. امنيه عن جد، يعني ما واحد وقت بيكون بهيدي المرحلة يعني بيتمنى القصص اللي ما بدي ارجع كرر حديثنا، عرفت؟
فأكيد حأتمنى شيء راح بدي إياه يكون موجود. في شيء صفة بحالك بتقولي يا ريت لو ما كانت موجودة من وقت ما بلشت لهلأ؟ صوتي عالي. صوتي كتير عالي من دون ما أحس. نبرة صوتي بتعلى، فبصير دايما هلأ عم بشتغل عليها شوي شوي لحتى خففها وطيها، يعني حتى بأيام التصوير بالمسرح دايما العيار الميكرو تبعولي أوطى من الكل لأنه بفقع بدين العالم، يعني صوتي عالي. بيناتنا حبيت الحلقة؟ بيناتنا كتير حبيتها، وأنا كتير مبسوطة فيك وانبسطت إنه فاينلي التقينا. بتمنى لك كل التوفيق ريان عن جد، وبيكبر قلبي بنبسط إنه شباب بعمرك هيدا الجيل بيكبر القلب. بتمنى لك عن جد إذا هيك هلأ مبلش، يعني أنا مش بتمنى، أنا حست لك إنه رح تكون الله راد بمراتب كتير مهمة إن كان بالتقديم أو بالتمثيل. بدالك ثانكيو كتير لك على الثقة، وإن شاء الله تكون عجبتك الحلقة. كتير عجبتني الحلقة عن جد. ثانكيو سو ماتش. ثانكيو.